مساء الخير لكل متابعين شوف ماجازينو، اكيد لكل متابعين بابل تشات. كيفكم؟ كيفك كريم؟ هاي تالار، انت شلونك؟ انا منيحه والله الصراحه. اليوم اخبارنا اكيد كمان رح تكون محمسه ومميزه مثل كل حلقه. خلونا نشوف المنشط وبنرجع. الاعلاميه بوسي شلبي تحصل على اكثر من مليون مستخدم. قريبا البوم جديد لمحمد حماقي في الاسواق. ساعة خاصة باسم ليونيل ميسي. تساؤلات عن صحة الفنان إدوارد تشغل متابعيه. رولا شامية تعلن عن زواجها. جورج وسوف يطلق مبادرة إنسانية جديدة. دنيا بطمة تعيد أحياء النشيد الوطني بطريقة مميزة. حقيقة خبر وفاة أشرف عبد الباقي. أحمد زاهر بتاتو جديد. لريم ننتقل لأول خبر لنا يلي رح يحكي عن سلطان الطرب جورج وسوف، يلي هو قدر أنه يمنح هدية لمتابعينه ولجمهوره هي مليئة بالحب والعطاء. وخلال غنيته الجديدة اللي رح يطلعها يلي اسمها حال الجريح، يلي كل مشاهدات هيدا الفيديو كليب رح تروح لمساعدة الأطفال يلي انخلقوا عندهم تشوه خلقي بالقلب ويلي هن كلهم بحاجة لجراحة. وعقد سلطان الطرب جورج وسوف مؤتمر صحفي شارك فيه رئيسة Gift of Life السيدة لينا شهاب وطبيب فادي بيطار مدير عام مركز قلب الطفل. وكانت الجمعية سبق وعينت أبو وديع سفير لها سنة 2015، وأكيد بخلال هالفيديو كليب رح تروح كل التبرعات للأطفال اللي بحاجة عملية. خلونا نشوف الغنية وبنرجع لكم. ويلي ويلي يا ضي يا ضي يا ضي عشان تقطع في الناس. لاني بشوف هاي مبادرة كتير حلوة من شخص له اسم كتير كبير بالساحة الفنية، انه ليساعد الاطفال يلي عندهم شيء البقية يمكن ما عندهم اياه. صحيح، وهالمبادرة كلش حلوة، ان شاء الله تكون خطوة لبقية الفنانين وايضا لكل شخص هو عنده متابعين وفلورز كثير كبير على السوشيال ميديا. ان شاء الله يعني ياخذ سلطان الطرب بهاي المبادرة ياخذها درس له ويمشي عليها ان شاء الله. وايضا من جورج وسوف ننتقل للاعلامية بوسي شلبي اللي هي معروفة بنشاطها الدائم على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة موقع الانستغرام، ودائما تسجل عبر حسابها أبرز الحفلات الفنية وحفلات الزفاف ويومياتها. وقدرت الإعلامية بوسي شلبي أن تحصل على متابعة أكثر من مليون مستخدم عبر تطبيق الانستغرام، واحتفلت بوسي بهاي المناسبة وعلقت وقالت شكرا لكل المتابعين الغالين، الحمد لله الأكاونت بتاعي على الانستغرام وصل مليون متابع وكمان مليون متابع على الفيسبوك، مليون شكر لكل المتابعين وإن شاء الله أكون عند حسن ظنكم. وطبعا يا تالار ما ننسى أنه هي شكرت القائمين على إدارة صفحاتها وحساباتها عبر السوشيال ميديا. طيب من خبرك من بوسي بننتقل للفنانة دينا بطمة الفنانة المغربية يلي أعادت أحياء النشيد الوطني المغربي بطريقتها الخاصة ونشرته عن طريق اليوتيوب بفيديو كليب صغير يلي هي أعادت إنتاجه من جديد بتوزيع موسيقي جديد ومميز، وهي رح تكون هدية للشعب المغربي اللي هو كتير عزيز على قلبه. واستعانت دنيا بالأوركسترا الأوروبية العالمية بقيادة فيكتور جويلي، وقدرت دنيا تحقق انتشار كتير كبير خلال 48 ساعة، قدرت تحقق أكثر من 200 ألف فيورز. خلونا نشوف مقطع صغير وبنرجع. منتدى السؤدد وحما دمت منتدى ما كانت هيدا المفاجأة الوحيدة لإلها خلال السنة، بل هي كمان أطلقت غنية إلها بأول السنة بعنوان الزمن بدور يلي كانت باللهجة المصرية يلي شكلت صدمة لمتابعينا. حلو
حلو، يعني موضوع كلش حلو، وأيضا دنيا من الفنانين المحبوبين بمغرب وبكل الوطن هي العربي. هي معتزة بجنسيتها المغربية، وهذا الشيء عم يشكلها شيء كتير حلو ولمسة فنية خاصة لها. صحيح، نتمنى لها كل التوفيق. وأيضا من دنيا بطمة لمحمد حماقي، انتهى المطرب محمد حماقي من التحضيرات النهائية لألبوم الجديد اللي يحمل اسم كل يوم من ده، والمقرر طرحه بالأيام المقبلة، ويرجع بعد غياب دام 3 سنوات من ألبومه، من آخر ألبومه اللي هو عمره ما يغيب. وحماقي يتعاون من خلال ألبومه من عدد كبير من الفنانين، من الشعراء والموزعين والملحنين، ومن ضمنهم أمير طعيمة وأيمن بهجة قمر وتامر حسين وخالد تاج ونادر عبد الله وآخرين. طبعا الألبوم يتضمن مفاجآت كثيرة من حيث الموسيقى والكلمات المختلفة اللي عودنا عليها حماقي. وكان حماقي ناشر قبل أيام قليلة أنه بوستر جديد وظهر به بشكل مفاجئ الجمهور، وهو مختلف عن بقية بوسترات ألبومه السابقة، وأثارت جدل واسع بين كل محبي ومتابعي، وخاصة اللوك اللي ظهر به. هلا حماقي دائما مميز بأغانيه، وخصوصا بالفترة الأخيرة بلش يغير ستيل الغناء اللي عنده، وكل ألبوماته بتشكل فرق كتير بالساحة. صحيح، ونجاح الألبومات مالته تحقق نجاح كلش كبير حتى بوطن العربي وأيضا خارج وطن العربي، عنده جمهور كلش هواي. هلا بننتقل من الساحة الفنية اللي هي لها علاقة بالغناء، ننتقل على مصر لأحمد زاهر والصورة اللي انتشرت بين متابعينه اللي سبب جدل كتير كبير، لاضطر الفنان بنفسه إنه يتدخل ويكتب انه التاتو المرسوم على رقبته هو مجرد رسم ومنه حقيقه، وهيدا كله معمول كرمال شخصيته يلي حيكون فيها عم يلعب دور البطوله بفيلم زنزانه 7 يلي بتدور احداثه في اطار اجتماعي واكشن، وحيشاركوا بالبطوله عدد كتير كبير منهم نضال الشافعي، مايا نصري، عبير صبري، منه فضاله، وكتير كمان من الفنانين، يلي هو رح يكون منتج عوض ماهر واخراج ابراهيم نشأت. يعني الفيلم اكيد زنزانه 7 سمعنا كثير فيه، واللي احنا كلنا اكيد ناطرين لحتى نشوف قد ايه رح يكون له تاثير، خصوصا مع النجوم الكبار اللي موجودين بالفيلم. حلو، لكن خلونا نتحول تحويله سريعه من الفن للرياضه. شركه جاكوب اعلنت عن اصدار ساعه خاصه باسم الاسطوره ليونيل ميسي، واكو منها بس 180 نسخة بالعالم، لأن تحمل توقيع أفضل لاعب بتاريخ كرة القدم، وتم تصميمها باختياره وإشرافه، ويقدر سعر هالساعة ب 28,000 دولار. يعني شكت يعني دفترين، إحنا بالعراق يعني دفترين و80 ورقة. طبعا يستاهل أبو تياغو. هلا ما بعرف، انت اخبارك دائما الا لازم تحطينا خبر رياضي بكل حلقه، ما بعرف ليش، لان ميسي محبوب الملايين. طيب ننتقل من خبرك يلي هو علاقه بميسي على خبر يلي بيحكي فيها على اشاعه وفاه اشرف عبد الباقي، وهيدي الاشاعه انتشرت بالساعات الماضيه على السوشيال ميديا، يلي اضطر فيها نقابه المهن التمثيليه الفنان منير مكرم عبر صفحته الشخصيه انه يعلن انه الخبريه هي مجرد اشاعه وما لا اي صحه، وانه بعده الفنان المصري اشرف عبد الباقي عم يقدم ويحضر للموسم الرابع من مسرح مصر. منيح، لانه انا كثير بحبه على فكره، خصوصا انه وجوده بمسرح مصر عم يشكل لمسه فنيه كثير حلوه. صحيح، واني احب كلش الكوميديا اللي يسويها داخل التمثيل او داخل مسلسلات او مسرحياته، ممثل ممتاز. جميل، مظبوط. وايضا شفنا هواي تساؤلات من جمهور الفنان إدوارد داود بعد ما ظهر بأحد البرامج التلفزيونية بخصوص إطلالته اللي بين بيها مريض جدا، وكان أكو تغيير بملامح وجهه، وأكيد كان الرد من الفنان إدوارد بخصوص الموضوع على صفحته الشخصية على الإنستغرام، ووضح أنه شكله نفس ما هو وما يعاني من أي مرض، لكن قد يكون التغيير بسبب دوره بأحد الأعمال القادمة برمضان واللي يتطلب هذا أو اللي يظهر بهذا اللوك. وبنهاية البوست تشكر من متابعي ومحبيه من خلال نفس المنشور، طبعا انتشر بالفيديو
الفترة الأخيرة استعدادة للمشاركة بمسلسل حكايتي اللي هي من تأليف محمد عبد الله المعطي، المقرر عرضها برمضان القادم، وأكيد إن كان مريض أو لا نتمنى له الصحة والعافية. أكيد هلا نختم بآخر خبرية معنا لا شوف ماجازين يلي هي بحكي عن الفنانة اللبنانية رولا شامية وزواجها من رودي سعد يلي هو بيشتغل بمجال الطيران والسياحة. هنن تجوزوا تقريبا من فترة مش كتير من طويلة، وأعلنت هالخبر عن خلال فيديو نشرته على صفحتها الرسمية على الانستغرام. هندوى على فكرة هو أصغر منها أصغر منها بثمان سنوات، يعني أنه لازم تعرفون أن الحب والزواج ما إلى أي علاقة بالعمر. هلا كثير حلو. هلا على فكره منا الفنانه الوحيده اللي تجوزت حدا اصغر منا، شفنا خلال السنه اللي راحت عده زواجات يلي كانت من فنانين اكبر عم يتجوزوا من اصغر منهم، وما بحس انه الموضوع بيشكل اي فرق بالموضوع. لا اكيد، واكيد نتمنى لهم حياه زوجيه سعيده اكيد.